طب أنا هبتدي يعني مع حضرتك من حتى التسمية، هي اسمها الذكاء الاصطناعي. البعض ممكن يسأل ليه الاصطناعي، والكلمة على فكرة يعني مش متاحة قوي في لغتنا، بنقول الصناعي بس هي رغم ان هناك فرق. دقتها الاصطناعي. الاصطناعي من كلمة ايه؟ التصنع يعني ممكن تكون فكرة المصطنع، فكرة وخلي بال حضرتك فيه كمان في لازم نفرق ما بين حاجتين، ان الذكاء الاصطناعي ده مر بمراحل كتيرة، فبالتالي في ذكاء صناعي عام وفي ذكاء اصطناعي توليدي اللي هو الأخير اللي هو بيولد المحتوى. دي طب يعني ما الذكاء الاصطناعي العام؟ لا يعني هنبعد عن الموضوع بتاع العالم. لا يعني بمعنى بسرعة. حضرتك اني اقول لحضرتك حاجه، كلنا بنتعامل بالذكاء الاصطناعي. تليفون حضرتك وتليفوني فيهم ذكاء اصطناعي، الجي بي اس ذكاء اصطناعي، كل الامور كل الامور الكثيره التكنولوجيا الاخيره كلها قايمه على الذكاء الاصطناعي، واحنا بنستخدمه بشكل او باخر، ولكن الفكره دلوقتي متعلقه بالموجه الجديده. هذه الموجة الأخيرة اللي عملتها شركة أوبن أي آي وعملها بعد كده جوجل، وبعد كده في تسارع ناحيتها. هي دي المشكلة، وكمان هي كمان هتبقى شكل من أشكال الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين كمان. أيوة. ولكن أنا مش عايز أدخل في المسألة السياسية، ولكن بتكلم على الصحافة. الصحافة عندنا إحنا اللي بننتج المحتوى، لا يمكن أن تنتجه الآلة، فبالتالي لابد أن ينتج هذا المحتوى إنسان. طيب لما تنتج الآلة محتوى نتعامل معاه ازاي؟ لابد ان نعمل عليه كل المعايير المهنيه اللي نعرفها، في 14 معيار بيحكموا مهنتنا. ما نقدرش نتعامل مع اي نص ينتج من غير ما نعمل هذه المعايير: الدقه، الاستيفاء، الاستدلال، فكره موضوعيه النص ده، هل النص ده منحاز ولا غير منحاز؟ لانه حضرتك في اساس في بنيه المعلومات اللي مبني عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي هي بالاساس منحازه، لان اللي عاملها غربي، فبالتالي كل المعارف اللي موجوده دي هي معارف غربيه او معارف هو جمعها الروبوت من على الانترنت، وممكن يكون فيها حتى كمان مدونه او منتدى في كراهيه، او مدونه او منتدى في تمييز، او في خطأ، او مدونه بتقول بالظبط بالظبط. فبالتالي لا، الفكره هنا ان لا يمكن ان تعتمد غرف الاخبار والصحفيين على الذكاء الاصطناعي التوليدي بالكليه، مستحيل. فلن ننتج نصا كاملا بالذكاء الاصطناعي، ولن ننتج صورة بالذكاء الاصطناعي إلا بشروط لابد أن نكتب عليها أن هذه مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. أي فيديو ننتجه لازم نقول إن ده فيه تم باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني حتى إذا ظهرت مثلا مشكلة أو ظهر خطأ ينسب له ولا إيه؟ لا، هو في النهاية ينسب الجهة اللي خدته ونشرت العلنية. يعني أنا لو خدت نص دلوقتي منتج بالذكاء الاصطناعي ونشرته على منصتي أو قلته دلوقتي حضرتك في التلفزيون، فأنا اللي متحمل هذه العلنية كصحفي. لكن في النهاية إن أي منتج عبر الآلة ده لابد أن نعمل عليه المعايير. عشان كده حضرتك العالم كله دلوقتي بيشتغل إزاي على المسألة دي. كل العالم بيتكلم على فين الأدلة الأخلاقية اللي بتحكم استخدامنا للذكاء الصناعي التوليدي في غرف الأخبار في مؤسسات الإعلام.